كنا عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وكان معنا إخوة من إندونيسيا وهذه الدول الأعجمية، وكانت أسماءهم عجيبة، أسماء عجيبة غريبة. فكنا نسألهم عن سبب هذه الأسماء، فكانوا يقولون: نحن نعتقد أن كل كلمة في القرآن يجوز أن يتسمى به الإنسان، بها الإنسان. قال: عندنا مثلا توأم خيرا يره وشرا يره، أحدهما اسمه خيرا يره والثاني شرا يره، ولا ندري ما معنى شرا يره وما معنى خيرا يره. أو إذا وجدنا كلمة، الإخوة تعلموا اللغة العربية، إذا وجدنا كلمة إبليس في القرآن خلاص نسمي أحدنا إبليس. فهل بمجرد بلوغ القرآن يا أخوة تقوم الحجة أم لا بد من فهمه؟ لا بد من فهمه وعقله، لأنه لا تكليف إلا بمقدور، ولا مقدور إذا لم يكن معه فهم، إذا لم يكن معه علم. نعم.